كي بعبر من محافظة لمحافظة. الإجراءات الأمنية دقيقة جدا، تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، يتم التدقيق في كل الهويات. لكن أنا وصلت في معادي المضبوط. الشارع شبه هادي، مصر جيدة تماما، ما فيش أي حاجة لحد العباسية، لحد ما وصلت عند ميدان التحرير. فيه حوالي رقم عدد ما اقدرش اعده قد ايه من المحتجين موجودين في ميدان التحرير. عبرته ده ماشي على رجلي على اقدامي، حتى وصولي لهنا لقيت مظاهره تانية بتنادي باصلاح لا للتخريب ومع الحفاظ على دي. المظاهره دي كانت في التحرير برضو، المظاهره دي تورى ما بين التلفزيون المصري حتى الحزب الوطني امتدادا الى تخوم بلاء ابو العلا وصولا الى كل محور 26. كان هناك يمكن الاخت هبه عبد الفتاح منذ قليل من ميدان مصطفى محمود مظاهره اخرى تدعو للتوقف ولا للتخريب. حضرتك من خلال يعني هذه الجوله او من خلال اللي حضرتك شاهدته، كيف يمكن التواصل مع المحتجين في ميدان التحرير الذين يريدون ان دنول ايه يحدث يحيي ماذا يحدث يعني ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ كل ما أرادوه تقريبا تتفهمه الدولة المصرية. أنا هنا لا أتحدث عن النظام، أنا أتحدث عن الدولة المصرية، ولابد أن نميز دائما بين الدولة والنظام. النظام أشخاص، لكن التلفزيون المصري هو التلفزيون المصري. لو حضرتك خدت أجازة هيكون في زميل مكانك. دولاب الدولة، دولاب حياة الناس اليومي، هذا هو المسؤول، هذا هو المفهوم الذي يجب الذي ينبغي أن نستقر عنده. مفهوم تأكيد مفهوم الدولة المصرية ودولاب العمل اليومي، سواء في مصالح الناس أو في الحياة الطبيعية أو في غير ذلك من شؤون الناس المعطلة. خرجنا مثلا في آخر الشهر والناس ما قبضتش، وأكثر من نص الشعب المصري موظفين. دي حاجة. الحاجة الثانية، إذا كان دلوقتي حسب المعلومات اللي بتلقاها من زملائي العاملين معايا، وهم في كل صحفيين شباب في كل الحركات الاحتجاجية وفي كل الحركات المناوئة للحركات الاحتجاجية، بيقول لي إن في حاليا ما يمكن وصفه بانقسام كبير ما بين القوى التي تقود مسألة الاحتجاج أو تحاول القفز على لعبة الاحتجاج دي. يعني مثلا في شارع باب اللؤ، في زميل اتصل بي قال لي منطقة باب اللؤ تحديدا مسيطرين عليها مجموعة يبدو من معرفته بهم كصحفي متخصص في هذا الشأن أنهم الإخوان المسلمين. مجموعة أمام الجامعة الأمريكية من شباب 6 أبريل ومن جبهة التغيير، مجموعات غير متجانسة موجودة في قلب الميدان، في شعارات متضاربة وفي شعارات متفقة حسب كل فصيل. يعني أنت الآن في حالة ما أنتش عارف تتكلم مع مين، حتى من يقدمون أنفسهم بأنهم يمكن أن يعبروا عن المعارضة الرسمية أو حتى الحركات الاحتجاجية بينهم وبين بعضهم انقسام لدرجة تجعل من الصعب مكان تخيل مع من يمكن التفاهم. لكنهم توحدوا في شيء واحد وهو الاحتجاج. هو يعني صوت أنا يعني ماشي الاحتجاج ولا لا لأي شيء صوت، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هو البديل لعدم الحوار هو الفوضى. نحن الآن أمام منعطف، إما أن نتحاور ونتفاهم وإما أن يرشق كل منا سلاحه في صدر الآخر. أستاذ نبيل، لكن يعني نقدر نقول أن يعني السيد اللي هو عمر سليمان دعا للحوار وفعلا هيبدأ الحوار ومن كل الأحزاب ومن كل القوى السياسية، لماذا القوى السياسية اليوم في الشارع بالرغم من حالة الحوار التي ستبدأ أو بدأت بالفعل؟ يعني لو احنا هنتكلم عن فعلا حركات بعينها او احزاب بعينها، الاحزاب كلها مدعوه للاجتماع، حتى الجامعه المحظوره مدعوه للاجتماع، حركه 6 ابريل، كل القوى السياسيه الموجوده على الساحه مدعوه للحوار، فلماذا عدم الصبر يعني لماذا وجودهم في الشارع يعني؟ هو مش قصه صبر، هي قصه عدميه. انت امام حاله من حالات العدميه، حالة من حالات العبثية، بمعنى أنك تقول لا 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 دون الاستماع، دون أن تستمع، دون أن ترغب في الحوار، دون أن ترغب في المناقشة، دون أن تبدي
بدائل دون أن تطرح أي تصورات. أنت الآن رين، هل تريد إسقاط هذا النظام أم تريد إصلاح هذا النظام؟ إسقاط النظام يعني الفوضى، إصلاح النظام بدأ بالفعل وليست مسألة وعود ولا نوايا، لأن مصر قبل 25 ليست مصر بعد 25، وهذه حقيقة اتفق عليها الجميع وقال كبار المسؤولين في البلد. الآن مهمتنا نحن نحترم مؤسستنا العسكرية بكل الأطياف بما فيهم المحتجين في الشارع، دي حقيقة وليست وجهة نظر. من يحترم هذه المؤسسة العسكرية عليه أن يطيع ويستمع جيدا لتعليماتها وينصاع لكل تعليماتها، خاصة فيما يتعلق بحظر التجوال المفروض الآن نظرا للظروف التي تشهدها البلاد، نظرا لحالة الانفلات. كل هذا من لا يحترم القوات المسلحة يضعها في موقف حرج، خاصة وأنها أعلنت أن سلاحها لن يكون موجها للمصريين ما دامت القوات المسلحة اتخذت هذا الموقف النبيل، وهذا ما نتوقعه دائما من قواتنا المسلحة. يبقى ما بقاش قدامنا إلا أن ننصاع لتعليمات القوات المسلحة، درع الوطن والحائط الصد الأخير. وبالتالي فيه مظهر مخيف أنا شفته في بعض الأحياء الشعبية، أنا مغرم بما تقدر تسميه التسكع. اشتغلت فترة من حياتي في يعني في مهن مختلفة، أشوف أتفرج على الدنيا وأتفرج على الناس وحاجات كده، شفت بعض مظاهر لمحاولة أسلمة ما يمكن تسميته الاحتجاجات في خاصة في الأحياء الشعبية. هذا لا يحدث في ميدان التحرير، عشان أبقى دقيق وما يردوش عليا ويقول لك لا ما فيش في ميدان التحرير شعار واحد. لا صحيح لا يوجد في ميدان التحرير شعار واحد، لكن في الأطراف دائما تبدأ الالتهابات دائما من الأطراف في بعض الأحياء العشوائيات والمناطق المحيطة بالقاهرة سواء الشعبية أو مناطق العشوائيات. هناك مظاهر خاصة للأسلمة، هذه ترفع المظاهر شعار الإسلام، يعني ترفع شعارات الإخوان مش الإسلام، نحن مسلمون ومش الإسلام ليس حكرا على جماعة ولا على فرد، ترفع شعارات الجماعة. فهي هذه نقدر نقول إذا كانت احتجاجات 25 يناير بها قدر كبير جدا من العفوية، فإن ما يحدث اليوم تحديدا به قدر من التنظيم، وراءه عقل تنظيمي. هذا العقل التنظيمي يسعى لمحاولة اختطاف جهد هؤلاء الشباب الذين أعرب الرئيس نفسه وأعرب نائبه وأعرب كل المسؤولين عن احترامه لمطالبهم وعن الاستماع إليهم والإنصات لهم جيدا، ولكن أن لأجندة وفقا لترتيبات. نحن نتحدث عن مستقبل مصر، مصر دولة منصة وليست دولة افتكاسة، مصر مش اختراع، دي حاجة. هذه يعني لما يقول مليونية هذا شغل تنظيمي، لكن ما حدش قال كلمة المليونية دي يوم 25، ده شغل تنظيمي وراءه عقل تنظيمي. هذا العقل التنظيمي ايه اللي وراه؟ وراه ثلاث حاجات. اولا الجماعة التي تسمى بالإخوان المسلمين، الجماعة المحظورة، هذه الجماعة معروف عنها من ضمن سلوكها السياسي التاريخي محاولة الاختطاف والانتهازية السياسية، ان تنتهز فرصة احتقان هؤلاء الشباب الغاضب لكي تقفز وتلتهم أكبر قدر ممكن من الكعكة. الثانية، هناك معلومات أكيدة، هذه المعلومات الأكيدة لست أنا لمصدرها، مصدرها الوكالة الفرنسية، نقلت عن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قال إن الانتفاضة في مصر ستساعد على إقامة، خلي بالك، شرق أوسط إسلامي. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن هناك تواصلا، الحلقة المفقودة ما بين الرجل الذي يتحدث في طهران وما بين ما يحدث في القاهرة، هناك حلقة مفقودة في النص، هي عن تسرب عناصر من حماس الموالين لإيران والموالين للإخوان، أو هم شعبة الفلسطينية للإخوان، وقد تسربت بالفعل عناصر ليست لحمل السلاح، السلاح اتنهب من هنا والأوريدي موجود، لكن هذه العناصر تمتلك خبرات ميدانية في حرب الشوارع وفي القتال، واكتسبتها من سنوات طويلة من في وجودها في غزة وفي صراعها مع الإسرائيليين، وتريد الآن بدلا من أن تفعل ذلك مع إسرائيل تفعله مع مصر. يعني حضرتك يا أستاذ نبيل بتقول أني كده بتشير بأصابع الاتهام إلى جهات خارجية خارج جمهورية مصر العربية للقيام بأعمال النهب أو التخريب أو تحويل المظاهرات من مظاهرات سلمية أو مطالب سلمية عادية شعبية
إلى حرق ونهب وسرقة وما إلى ذلك. يعني يمكن العديد من الفنانين والسادة الصحفيين والزملاء نزلوا الشارع، ولا يمكن جنسيات مش مصرية، جنسيات أجنبية موجودة مندسة في وسط العناصر وبترفع شعارات كأنها خايفة على المصريين أكثر من نفسها. يعني في ثلاث مجموعات، في وزعت منشورات، هذا منشور من المنشورات لو الكاميرا باللغة الإنجليزية، بالإنجليزية وبالعربية وبالفرنسية وأعتقد إيطالية، بالإيطالية. تمام. هذا المنشور سلم لي من شاب مصري من الشباب الذين لا يمكن تصنيفهم أيديولوجيا على أنهم إسلاميين، لكن محسوبين بشكل أو بآخر على الحركات الاحتجاجية. وهذا هذه المنشورات تشي بشيء احتمال من ثلاثة وفقا للتقديرات. أستاذ نبيل، نستكمل معك موضوع المنشورات ولكن نتوقف قليلا دكتور نبيل، وينضم إلينا هاتفيا سعيد الجهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج. سيد سعيد، ماذا لدي